الحديث التالي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. نعم، يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. لما يضع رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام؟ هذا مكان اطمئنان بين الزوجين، فالرجل يحتاج إلى راحة نفسية وراحة روحية، فهذه الأشياء يجدها عند زوجته. دي يقول لصديقه افتح حجرك عشان أنام، مصبطش. لا ينفع إلا لمن؟ إلا مع زوجته، فهو مكان راحة. هم متلاصقان، حتى لو كانت حائض، حائض هي قد أعدت جميع وسائل أن تمنع خروج الدم منها، فمكان راحة وطمأنينة. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وينام عليه الصلاة والسلام دفء حنان. المرأة، الرجل يجد عند زوجته الشهوة ويجد الحنان والراحة، ويجد عند أمه الحنان، لا يجد عند أمه الشهوة، والعياذ بالله قد يجد عند مومس الشهوة، لكن لا يجتمع الشهوة والحنان إلا في الزوجة. قد تتنافس الزوجة مع الأم فتعطي هذا الرجل حنانا لم يجده عند أمه، وقد تتنافس الأم مع الزوجة فيجد عندها حنانا لا يوجد عند إيش؟ هذه الزوجة. ولكن الزوجة الحريصة تجمع بين الحنان والطمأنينة والشهوة. وبالتالي كيف تعرف المرأة أنها حققت هذه الأمور؟ كيف تعرف المرأة أنها حققت هذا الأمر؟ تفضل. عندما لا يريد زوجها أن يبتعد عنها. أحسن، عندما لا يطيق أن يبتعد عنها. وين؟ خلص الدوام، والله بدي اروح على البيت، تروح شوف زوجتي، راحتي مع زوجتي، وين تطلع مع اصحابك؟ انا اصحابي يا رجل، في اصحاب، عندي زوجه، عندي طمانينه، عندي راحه، عندي حنان، عندي شهوه. اما وين؟ والله ما اصدق واطلع من الدار يا رجل. معناته الوضع ما لا في حنان ولا في شهوه احيانا، وخصوصا اذا قاعدين لك بتفرجوا عليك، وهكذا الحرس واحد ورا الثاني، تسليم الورديات. وبالتالي انتبهوا الى هذا الشيء، ان المرأة الحريصة لو كانت في سن الستين، انظر في سن الستين، فهي توجد لزوجها الحنان والشهوة. لو كانت في سن الستين، انتبه، والمرأة دائما تفكيرها في زوجها. فهذا حال عائشة أم المؤمنين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم متى أتيحت له الفرصة أن يقترب منها اقترب، فيجد الحنان والراحة والطمأنينة حتى لو كانت حائضا رضي الله عنها.